أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه بسحب القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم ومغادرة السفيرة السويدية الأراضي العراقية ردا على تكرار الإساءة للمقدسات الإسلامية. القائد العام يوجه بحماية الممتلكات العامة والخاصة ويؤكد أن أي ممارسة تخرج عن الإطار العام لحرية التعبير سيتم التعامل معها وفقا للقانون. شبكة الإعلام العراقي ومفوضية الانتخابات تبحثان تغطية الاستعدادات للعملية الديمقراطية المقبلة وتشيدان بالتجربة الرائدة بين الطرفين. البرلمان ينهي القراءة والتصويت على عدد من مشاريع القوانين ويقر التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. النزاهة تنفذ 183 عملية ضبط وتحقيق في حزيران الماضي والكشف عن لجان نيابية لمتابعة آليات صرف تخصيصات الموازنة. وأيضا العراق يتقدم 20 مرتبة في تصنيف الأمم المتحدة لمكافحة الفقر والعمل تكشف عن 3 فئات من القروض لأصحاب المشاريع. كل هذا وأكثر تتابعونه في نشرة الرئيسة على رأس الساعة. إلى اللقاء.